بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بعد التفكير خرجت لواحد الحل. شنو هو؟ عندك تسوى ما عندكش ما تسوى، لان هاد الظلم كتر. مشيتي تشكي تلقى اللي ظالمك حتى هو دار بك شكايه مضاده باش يسكتك، ولا يصيفط لك ناس يسبوك، ولا يحط عليك شي حاجه، ولا يعني هاد الوقت اللي ولينا فيه ولا خطير بزاف، خطير بزاف. لهادشي اللي تنشوف ما عطيش الخير. بنادم كيجبدك ما كتجبدوش، كتعرفوش كاع كتعرفوش، ولكن حاضيك، حاضي التحركات ديالك، حاضي فين تتمشي، مع من تتجي، شنو تدير. بحال واحد في قنيطرة، انا تنأدي الواجب ديالي، كنت جلسة التحقيق وقاس قبلة المحكمة، حاضيني، حاضي التحركات ديالي، وكيكذب على المتتبعين. ها هي جراو عليها من المحكمة، ها هي، وهاد الهضرة ما كايناش. رغبوني ناس عليه، واش حنا غنبقاو ديما غنديرو الشكايات بعباد الله؟ ميمكنش. تقيل دير غير الشكايات اللي سبك، اللي جبتك، اللي حاضك. ولكن بالاخص من الانسان اللي كيكون عنده تهديدات وما كتلقاش شي حد لا اللي يحميه، ولا تمشي تشكي ولا مجيب، رخيبه تل معاوده، رخيبه تل معاوده. يعني الناس شكون اللي كيحميهم؟ هاد الناس منين تيجيبو هاد الفلوس اللي كتعطى لهاد القنوات؟ منين تيجيبوها؟ راه عندنا ناس محتاجين، كاين سبيطارات عامرين بالناس تتألم بالسرطان وما عندهاش، لان السرطان راه تياكل بنادم. فلوس صحيحه كتحط على داك المرض مسكين اللي كيتبلى به مولاه. عندنا ايتام، عندنا دار العجازة، عندنا خيريات اللي كديروا الخير، عارفين ديروه، ماشي في الظلم تعدوا على عباد الله. اجيه فم مطلق ولا اجيه شكايه وتحط وبنادم ما كيعرفكش كاع، علاش؟ حيت كيأدي واحد الواجب انساني، واجب انساني. كيجي ليه شي حد كيلتجئ ليه الا كيكون ضربه فيه حتى الجدر، كيجي يطلب من الجمعيات يد المساعده. الجمعيات كتلبي النداء. ايوا شكون اللي كيحمي هاد الجمعيات؟ حنا شكون اللي غادي يحمينا حنا من هاد الناس، هاد المجرمين؟ خصنا حمايه. حنا حنا ما كنديروش شي حاجه الشر، كنعاونو غير مظلوم، كنساندوه، كنمدو له يد المساعده بدون مقابل. ولكن حنا شكون اللي غيحمينا ملي تم غادي في الزنقه وتلقى مجرم تيجري موراك وانت كتجري في اخر ايامك؟ شكون اللي غيحمينا حنا؟ ولا كنتهددو باش ما نبقاوش نعاونو شي حد؟ هادي هي الهضره، هادي هي الهضره. تيسكتوك باش ما تعاوش تمد يدك المساعده ولا تشوف حتى في شي واحد. كنتمنى صوتي يوصل للسلطات، نتمنى صوتي يوصل للمؤسسات ديال الدوله. حنا كفاعلين جمعويين وفاعلين حقوقيين كنأديو غير واحد الواجب انساني، يعني ما كنظلمو حد، ما كنتعداو على حد، ما كنمشيو نديرو شي حاجه غلط، ما كنضربو في قضاء، ما كنضربو في الامن الوطني ديالنا، الله يطول لهم العمر، ديما تحيه كبيره ليهم. ولكن حنا شكون اللي غادي يحمينا من هاد الناس؟ كتشد شي ملف كتبناه، ملي كتمشي في المسطره القضائيه تدير المسائل ديالك، تيخرج واحد مفرعن، علاش؟ حيت عنده جوج فرانكات، كيسبك، كيمرمط بيك الارض. ملي كتمشي تشكي بيه ما كيلقاوهش، ولا كيدير لك تغيير العنوان. ايوا سير جر طوالك، سير لا تقصرش. هادي هي الهضره، تيخليوك بوش بي، علامه الاستفهامات بزاف. ميدير شكايه بشي حد هددك اولا محاوله قتل اولا شي حاجه، ما كنشوفوش حنا شي استجواب معانا كفاعلين جمعويين
كفاعل حقوقي. يعني على هذا القبيل الانسان ما يمدش يد المساعده مره اخرى، ولا يساند شي حد، ولا يشد شي ملف، يبعد اتساع. يعني ماشي قد المؤسسات، ولا غنديروا راسنا فيهم، ولا غنطاولوا عليهم، لانهم بالاحترام علينا، بكل الاحترام، بكل الاحترام، وتحيه كبيره ليهم. ولكن تنرجع نعاون نفس السؤال، حنا شكون اللي غيحمينا من يجي شكايه كيديه بينا؟ شكون اللي غيحمينا؟ بني بلادم يبغي يسكتك، علاش؟ حيت صافي فضحتيه ولا حطيتي ليه شي حوايج بالادله بالاثباتات، خصو يخرجك باي طريقه، اما يهددك يا اما يخلعك يا اما يحط عليك فلوس صحيحه. يعني هادشي ماشي معقول، هادشي ماشي معقول وماشي لوجيك. يعني ولا هضرتي ما يعجبهمش هضرتك، ولا قلتي شي حاجه ما كتسمعش، الصوت ديالك ما كيتسمعش. يعني ضروري خصنا حل، شوفوا شي حاجه، شي حل ضروري ضروري، خصنا حتى حنا حمايه، حتى حنا ولا نمشيو نقصوا في ديورنا احسن لينا. يجي واحد شمكار يجي يمسح بك الارض وملي تشكي يدير شكايه قولك ما لقاوهش، هو كيقيلي ربع ويومي اللايفات قولك ما لقاوهش، مي تسبات ولاو كيعيطوا لي غير بجداتي ماركيز. شو على اهانه، شو على اهانه. النهار اللي لقيتو وليت ما مزياناش، علاش؟ حيت قدمتو ليه. زعما هادشي تيألم اللي وصلنا ليه. ولا قلتي غدير شي شكايه في الرباط يندمو كاع، يعني علاش تمشي للرباط؟ شكي هنا حداك، يعني ما خديتيش حقك، هذيك هضره اخرى عاود، هذيك هضره اخرى لما خديتيش حقك. وليكي باش يخرج انسان ويمسح بك الارض، يمسح بك الارض ويسبك ويتمول من جهه اخرى وتمشي تشكي وما تاخدش حقك، راه ديك هي اللي خايبه، ديك هي اللي خايبه. يعني الظلم ظلمات يوم القيامه، يعني الانسان يتحقر ويتظلم ويمشي يطلب حقه وما يلقاش، يعني ضروري غيهضر، ضروري غيهضر، ضروري غيهضر، لان ضربت فيه الجدر ضروري غيهضر. ملي يهضر ياكل العصا، علاش؟ حيت هضر على حقه. شي تنشوف فيه انا مبقاش عاطي الخير. يعني من الاحسن انسان ما يتبنى حتى شي ملف، دخل سوق جواه، شي اللي كيبان ليا انا يعني. دخل سوق راسو، شوف بعيني ويسكت. انا من الملف ديال المرحوم السعاد البريقي ما نعاودش نشد شي ملف بحال هاد الشي جنايات. هادي درتها كمل داك الملف، لان تمرمدت فيه، تسبيت من لا ضربه حتى لا كوش، تهانيت، درت شكايات، فين هما؟ بح، كان عندهم تغيير العنوان ما كيلقاوهش، هو تيقيلي ربع ما كيلقاوهش. دابا هذا هو المشكل، كملوا هذا الملف، دير الله تاوي الخير. ولكن انا درت مقابلات، ضروري غنطلع، عندي شي حوايج ديالي خاصين بيا، لان انا كنت تهدد، معرضه للقتل، معرضه لبزاف الحوايج، وبالاخص هذه واحد 15 يوم العساس اللي راه طوموبيل تبعاتك، كون ما كناش حنا كون عمر الله شنو غيديروا فيك بالليل. انا جايه من الصفر بالليل، يعني هادشي خطير. شكون اللي تبعني؟ شكون قالك؟ قلت له الماتريكول، قالك ما خديناش، كنظلم واحد الجامعة عندنا فيها الظلم. هذا هو المشكل، انا كندير غير الخير،
تلقى فيا المسكين، تلقى فيا المظلوم، لكن باش ناكل العصا اخر ايامي تكبرت. ماشي هضره هادي، ماشي هضره هادي. داكشي باش انا درت طلب مقابلات باش نشوفوا اللي عندنا شي حمايه بسم الله، واش عندنا شي حق تحنا بسم الله. عطينا غير الورق غير الوصول ولا شي حاجه ولا المكاتب، ما عندنا ما نديرو بيهم، لما غنتحماوش من هاد المجرمين ويكون لينا قيمه ويكون لينا عز بنقص بنقص. علاش نبقاو نفرعو في راسنا ونصدعو في راسنا ونحفيو في دماغنا والطرقان، نبقاو نشدو الطرقان، ها الصفر هنا ها الصفر هنا، وكل شيء كيعيط كل شيء كيجي كل شيء اختي نزا اختي نزا اختي نزا غا بنقص. مشي نجلس نقابل مهمتي حسن ليا، وهاد القناه كاع نقلبها انا غير طبخ حسن ليا، والله الا حسن ليا. شي ضروري نديرو حل خوتي خواتاتي، هادشي ولا كيخلع لي تنشوفوه لي وقع للزروالي ولمرتو ولبناتو، يعني تشمئز له النفس. انا تبنيت الملف ديالهم ولكن حتى نشوفو شنو كاين، تنشوفو شنو كاين. هادشي ولا كيخلع باش نسمعو الناس تتمول ملايين ملايين صحيحة باش يطيحوا واحد الانسان. والسيدة الجاية كاع جاية لي حتى المدينة من على برا جاية بالعكز عليها، علاش؟ حيت كان عندها الخبر غير تعتقل. حنا اللي معاه ما سمعناش هاد الشيء، حنا اللي معاه في البلاد ما سقنالوش الخبر، وهي اللي على برا سيق الخبر. شوف فين ولينا فين وصلنا. المهم كل حاجة عندها حل الحمد لله، كل حاجة عندها حل، أكيد غادي نلقاو الحل. الأخت بهيجة وبناتها اللي تعرضوا للإهانة، اللي تعرضوا للسب، اللي تعرضوا لبزاف د الحوايج، أكيد غادي نلقاو لها حل إن شاء الله، عطا الله الطرق. كاين هاد الباب وكاين هاد الباب، قصد أي باب قصدها وربي ما كيخيبش. هادشي اللي كاين خوتي المتتبعين، خوتاتي المتتبعات، تحية كبيرة ليكم. دماغي ضاخ غير دماغي ضاخ، ان هاد الناس مجهدين علينا باش بالفلوس تيتمولو بفلوس صحيحة. هاد القنوات اللي كتخرج دابا كيتمولو لا ليست كاس عامرة عندي، كل واحد وشحال شاد باش يخرجوا يضربوا في عباد الله، يضربوا يسكتوا يسبوا يقذفوا، ما مهولينش هما كاع ما مهولينش. تحيه كبيره لكم، كنت منا تشجعوني تشجعوني بزاف، لان هادشي اللي ولينا فيه خطير، ولكن ضروري ليه الحل، ضروري ليه الحل. واحد في ميريكان كيسب ما خلى ما مرمط المؤسسة ديالنا نزيها، خلى معاير ما خلى ما طرطق في عينيه، ما خلى بزوقته خارجة، ولكن ما خداش العقاب ديالو. هذاك السيد خصو ياخد العقاب، حتى سيدنا ما سلكش منه. المؤسسة ديال الدولة كلها تعيطو بالسمية ديالهم، خلى حتى شي حد، يعني عيب وعار على شحط شحط، انا نسميه شحط بهلاوان يطاول بهاد الدرجة، ومازال كيزيد يدير اللايفات، ومازال كيدير اللايفات ويخرج يطرطق فينا عينيه. اللي يعطينا الأحكام والله يعطينا كل شيء، هو تلميذ في القنيطرة حتى كان غادي يحط الخبرة، وما عملناش كل قرصو الخبرة في السرية اللي هو يوريها لنا كاع، ولكن ما طلعتيش راجل ما وريتيها لناش، وريتيها انا ديك هضره اخرى عاود. ولكن اللي قرصك حنا عارفينو، حنا عارفينو اللي قرصك واللي نبهك عندك، داكشي راه غدير الخطر، غدير لنا فعل، غدير لنا المشاكل، غدير لنا شوفوا مع من حنا عايشين. بهلاوين
اللي ما سلكتش منه حتى انا، حتى انا جبدني بالسميه ديالي. المهم غنشوفو معاكم ونشوفو النتيجه شنو غتكون. راه كاين بزاف ديال الطرق وبزاف ديال البيبان، نقصدوهم ما نخسرو والو، نشوفوكم فين باغي توصلوا. وتحيه كبيره للمتتبعين ديالي الغزلان، وبحال العاده الا قطعت انت عاده ما عليكم.